معنا من كوفنتري مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن. سيد رامي عبد الرحمن، هل كان متوقع أن تقوم هذه الاحتجاجات من العشائر العربية المقيمة في هذه المناطق؟ نعم، جزء من العشائر العربية. مساء الخير. طبعا عدد الشهداء 6 مدنيين استشهدوا في مدينة منبش، 1 والخمسة الآخرين استشهدوا خارج مدينة منبش. الاشتباكات توقفت الآن، أو المظاهرات توقفت الآن بعد التوصل إلى اتفاق بين مجلس منبش العسكري والإدارة الذاتية في مدينة منبش وشيوخ العشائر العربية أو شيوخ عشائر منبش حقيقة الأمر، إلى إيقاف ما يعرف بالخدمة الإلزامية أو التجديد الإلزامي أو ما تعرف بخدمة الدفاع الذاتي، ومحاولة تلبية مطالب المواطنين نتيجة نقص الكهرباء وبعض الخدمات الأساسية. المظاهرات بدأت عبر محاولة قوات الأمن الداخلي الأسايش اعتقال الشبان من أجل إلحاقهم بالخدمة الإلزامية. لاحقا تطورت لمطالب خدمية، لكن جوبهت بإطلاق الرصاص، الأمر الذي أدى لاشتعال مواجهات بشكل كبير جدا. قتل أي مدني سوري مرفوض ومدان كائنا من كان ورائه، ولكن المظاهرات ليست بين عرب وأكراد، لأن مجلس منبش العسكري يوجد فيه عرب، الكثير من العرب، وأيضا قوى الأمن الداخلي الأسايش يوجد فيها الكثير من العرب. الأمر لم يحول أو أراد النظام حقيقة الأمر وأراد تركيا لتحويله لصراع عربي كردي في تلك المنطقة. كيف ستكون ردة الفعل من قبل قوات سوريا الديمقراطية على المدى المتوسط والبعيد سيد رامي عبد الرحمن؟ لا، هو استجابت قوات سوريا الديمقراطية أو مجلس منبش العسكري المنقرض تحت قوات سوريا الديمقراطية والإدارة الذاتية في المنطقة، استجابت لمطالب شيوخ العشائر وقامت بإفراج عن الذين تم توقيفهم أو اعتقالهم من أجل سوقهم إلى خدمة الدفاع الذاتي أو الخدمة الإلزامية، وأيضا وعدتهم بأن هناك سيكون تلبية لمطالبهم الخدمية، وأيضا وعدتهم بأنه سوف يحاكم كل من قام بإطلاق الرصاص على المتظاهرين، ونحن ننتظر تنفيذ هذه الوعود. ولكنهم طلبوا بإنهاء حكم الأقلية كما يقولون سيد رامي، لذلك سألتك عن الخطوة المقبلة من قبل قوات سوريا الديمقراطية. لا، من طالب هي بعض شيوخ العشائر أو بعض حقيقة أمر من يقولون بأنهم شيوخ عشائر، أحدهم مقرب من النظام وكان سابقا مدير خدمي لدى النظام، وآخرين مقربون من تركيا، ولكن لم يكن هناك مظاهرات إنهاء حكم الأكراد ضد العرب. يعني البعض أراد تحويل الأمر إلى عرب وأكراد، ولكن الواقع بأنه هو استياء من ممارسات أسايش وقضية الاعتقالات. شكرا رامي عبد الرحمن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان من كوفنتري في بريطانيا.